بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبنائي التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم يونت 3 لسون 7 يونت 3 Lesson 7 Unit 3 الدرس الوحدة الثالثة Lesson 7 الدرس السابع Page صفحة 48 And page 49 وصفحة 49. طبعا هذا درسنا هو اختبار لما تعلمناه بالفيديو السابق الدرس السابق يونت 3 ولسن 7. بس وين؟ هناك بالكتاب، هنا بالاكتيفيتي، هناك بالبيوبلز بوك اللي تعلمناه، وهسه راح نحل بالاكتيفيتي بوك بكتاب النشاط. هسه وياي رجاءا Look and write the missing words. Look and write the missing words. Look, انظر, and write, واكتب, the missing words, الكلمات المفقودة. احنا تعلمنا البوستر شلون احنا سويناه هناك. احنا سوينا وبنفس الوقت قرينا البوستر اللي كان موجود. هسه يريدنا بعد ما نظرنا، هسه طبعا راح احنا شو نسوي؟ نقرا وايضا نحل بنفس الوقت، وبالاخير نقراهن حتى يكونن يعني بالحل جاهزات. Snowy Mountain School. Snowy Mountain School. مدرسة الجبل الثلجي. هذا البوستر الملصق خاص بمن؟ Snowy Mountain School، مدرسة الجبل الأخضر، مو مدرسة الحسين ولا مدرسة الشجرة الخضراء. Snowy Mountain School، مدرسة الجبل الثلجي. هنا منطينا come to our، يريدنا نكمل شو نقول؟ open day. Come to our open day. هنا منطينا التاريخ third، العفو مطينا هنا شنو قلنا؟ فيرث، نعم التاريخ هنا شنو؟ جون، كتبنا الشهر احنا. هو شو مطينا؟ مطينا فقط الفيرد الثالث، احنا كملناه جون لان دائما يكون يوم المدرسي شو وقت؟ قلنا بجون في حزيران. هنا عندنا cakes and، نتلاحظ هنا شنو اكو؟ cakes، هذا الكيكس، and كتبنا احنا شنو هنا بالفراغ؟ cookies، صارت cakes and cookies، هاي الكلمة المفقودة هنا cookies. هنا عندنا drinks، المشروبات. هنا المشروبات ما كاتب المنطينيان فراغ، احنا قدامنا شنو نشوف؟ كولا، البيبسي، بيبسي كولا، كولا، ليمونيد، هذه الليمونيد، وبعد تي، الشاي، كتبناهن كتابة كولا، ليمونيد، تي. هسه هنا عندنا شو يقول؟ ريس آت 2 o'clock، سباق، سباق الثانية بالضبط، سباق الثانية بالضبط. شنو يا سباق هذا اللي كان؟ running race at 2 o'clock. أنا كتبت هنا لك running race، هي فقط running، تكتب هنا running race at 2 o'clock. وبعد شو نسوي؟ منطينا الساعة، بس ساعة شبيها ما نكملها، ايش راح نسوي بهالشكل هذا؟ لأنه بالثنتين الميل الصغير يصير وين؟ على الثنتين، والميل الكبير وين راح يروح؟ على 12 بهالشكل هذا. يعني
نكمل الساعة بهالشكل ونكتب الرننج هنا. هسه أنا skipping race at، هنا يريدنا احنا نكتب الساعة، هنا هو منطينا اياها بالرسم كاملة. شوف 3:30 كتبناه هنا كتابة 3:30 وهنا عندنا هذا المربع، احنا شطينا هذا انطيناه فيرست الاول، اعطيناه فيرست برايس الجائزة، اعطيناه فيرست. لوك ات بوستر، انظر الى البوستر. جيف ات، انطي ايش تنطي؟ برايس جائزة. ان ذا بوكس، اللي وين بالبوكس، يعني تريد تكتب هنا فيرست سكند، انت بكيفك، انا اقتنعت اعطيته فيرست الاول، تريد تكتب له هنا فيرست، تريد تكتب له سكند، تريد تكتب له ثيرد، تريد تكتب له فورث، ونعرف معناها فيرست الاول، سكند الثاني، ثيرد الثالث، فورث الرابع. هسه نجي الصفحة 50، عندنا هنا help عادل to write the email، help عادل to write the email، help يعني ساعد، عادل to write أن يكتب، شو يكتب؟ the email، بريد إلكتروني. لا تلاحظ هنا هذه بريد، هذا بريد إلكتروني، عادل هو اللي كاتبه، يقول ساعده، ساعد عادل بكتابة البريد الإلكتروني. قبل لا نساعده ايش منطينا هو هنا؟ منطينا كلمات راح اقرا لك اياها. great great race race drinks drinks jumping jumping third third sandwiches sandwiches green green. راح ناخذ معناهن، نقراهن ومعناهن. great يعني رائع عظيم، race السباق، race السباق، drinks drinks المشروبات، drink معناه يشرب او مشروب، drinks المشروبات، jump jumping jump jumping jump يقفز، jumping القفز، jumping القفز، third الثالث، third الثالث، sandwiches sandwiches الشطائر بالفصحى، احنا نقول لفات، green الاخضر اللون الاخضر. هسه نجي نمل الايميل اللي كاتبه عادل حتى نساعده، ذن الكلمات شو يريد من عندنا؟ نخليهن بهذه الفراغات، تلاحظ انا حالها لي قدام حتى انت تكون واضحه الصوره بالنسبه لك. هذن الكلمات اللي موجوده امامنا 7 words، شو يريد من عندنا؟ نخليهن وين؟ نخليهن داخل هاي الفراغات، بهذه الفراغات بما يطابق الجمل. تو سام راح أقرأ أنا رأسا حتى أنا أريدك تتقوى القراءة بالدرجة الأولى وبعدين على كيفنا. تو سام subject our race day، subject our race day. Hi Sam. Today was our school race day. I was in the green team. I ran in the jumping race. I was third. My friend was first. My class had a stall with sandwiches and pizzas. My friend's school had a stall with drinks. My friend's class
had a stall with drinks. It was great. It was great. عادل. هنا قلنا دائما نكتب to ونكتب الاسم اللي نرسل إلى الإيميل. كاتب اسم سام هو to سام. عادل كاتب اسم سام. subject الموضوع. نكتب الموضوع اللي احنا نتحدث به اللي نريد نحكي به. هنا كاتب our race day يوم سباقنا. يوم سباقنا our race day. هاي سام. مرحبا يا سام. today اليوم. was كان our school race day يوم سباق مدرستنا. today was our school race day اليوم كان يوم سباق مدرستنا. I was in the green team. I was in the green team. أنا كنت في الفريق الأخضر. green team الفريق الأخضر. I ran in the jumping race. أنا ركضت. الماضي مر R-U-N. I-R-A-N. I ran in the jumping race. أنا ركضت في سباق القفز. jumping القفز. jumping race سباق القفز. I was third. أنا كنت الثالث. My friend was first. صديقي كان الأول. My class had a stall with sandwiches and pizzas. My class صفي had كان فيه a stall كشك with be sandwiches الشطائر and pizzas والبيتزا. My friend's class had a stall with drinks. My friend's class صف صديقي had a stall كان عنده شنو stall كشك with be شنو be هنا drinks المشروبات. It was great. هو كان رائعا يعني يوم السباق كان رائع. It was great. هو كان رائعا أو عظيما. عادل اللي كتب هذا الكلام كله عادل وإحنا ساعدناه بملء الفراغات بالكلمات اللي كانن قدامنا. هسه نجي للأكتيفيتي الأخير وهذا علمتكم إياه أكثر من مرة. look say cover write check. look انظر ده تشوف هنا عيون هنا يعني تباوع بعيونك. say وتقول شو تقول؟ تقول كلمات يعني our your very want تقولهن بس شون ما تقولهن أربعتين تقولهن وحدة وحدة. أول وحدة our تقولها our بعدين cover تغطيها بإيدك بصبعك بهالشكل هذا إنه بتكتبها تكتب أور إذا كانت صحيحة بعد تكتفي ما تكتب رايت تو ورايت ثري بس برايت وان. بس إذا خطأت شو تسوي؟ برا ما كتبت راح شو تسوي؟ تشيك أو نقول إحنا تفحص شوف الكتاب مالتك هي صحيحة أو لا. إذا كانت خطأ تروح لمن؟ الرايت تو تكتب مرة ثانية وهكذا. استعدنا هنا أوار وتكتبها أوار بهالشكل. قلنا شو تسوي لها؟ تقولها أوار تغطيها إنه بتكتبها وبعد ذلك تتفحصها check. your كذلك نفس الشيء. very أيضا نفس الشيء. want أيضا نفس الشيء. فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إذا كان لديك أي سؤال اكتب السؤال في التعليقات. انتهى درسنا لهذا اليوم وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.